المصريين بصفة عامة ما بيحترموش المواعيد، ودي أزمة كبيرة جدا. يعني أنا مثلا لو شغال في شركة، أنا شغلي مثلا دوام شغلي بيبدأ من 8 ل 5، ما فيش موظف بيجي الساعة 8 ولا الساعة 8 ونص، بيبدأوا يجوا من الساعة 9 صباح. إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. بره بلاد بره وحاجات زي كده، كل دي ليها معنى وليها طبعا خسارة ومكسب وحاجات زي كده. أما المواعيد بعض المصالح ملتزمة جدا زي البنوك طبعا ملتزمة جدا، وبعض الهيئات، بس بعض في حاجات زي كده مش عاوز اتكلم. بعض الهيئات طبعا ما فيش اي مواعيد. طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا عشوائية تامة في كل حاجة بما فيها المواعيد، نحط شرطين تحت المواعيد. يعني مثلا هقابلك انت فين، انا قدامي 10 دقايق بس وكنت لسه ما نزلتش من البيت اصلا. مواعيد المصريين ساعات كتير قوي ما بتبقاش ملتزمة بسبب حاجة واحدة برضه، ما في واحد تلاقيه ملتزم جدا، بس هو الطريق عامة بيبقى زحمة وفيك يعني في حاجات بتمنع الواحد اللي هو يلتزم بالمواعيد بتاعته. مواعيد غير منضبطة خالص في كل حاجة، سواء في الدراسة سواء في أي حاجة، حتى الدكاترة في الكلية بيتأخروا في كل حتة. الطائفة بتاعت الصناعية المعماريين يديك ميعاد يجيلك بعديه بسنتين، في البني آدم اللي جات في عمله واللي عايز يشتغل مجتهد في شغله يديك ميعاد يجي قبليه بشوية على طول.